طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. صحفيون تختطفهم ميليشيا الحوثي ويواجهون خطر الإعدام. الحوثيون يحولون مدارس في الجوف إلى سجون سرية. عودة طائرة إلى مطار جدة بعد نسيان مسافرة رضيعها في المطار. أهلا بكم. تم اعتقالهم قبل عاصفة الحزم، وعندما لم تجد ميليشيا الحوثي تهمة لهم قالت إنهم تعاونوا مع العدوان، وبتلك الحجة تتم محاكمتهم رغم أن التحالف لم يتشكل إلا حين كانوا في المعتقلات. هذه هي قصة الصحفيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي وفقا لموقع يمن مونيتور. مراسلون بلا حدود تقول صحفيون تختطفهم جماعة الحوثي يواجهون خطر الإعدام، حيث قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن 10 صحفيين تختطفهم جماعة الحوثي المسلحة منذ عام 2015 يواجهون خطر الإعدام. وكانت محكمة الجنايات الخاصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة قد وجهت تهمة التعاون مع العدو للصحفيين عند مثولهم أمامها. وبحسب بيان المنظمة فإن التهمة يعاقب عليها بالإعدام في النظام القضائي المعمول به لدى الحوثيين. وقالت صوفي أنموت المسؤولة عن مكتب الشؤون الشرق الأوسط في المنظمة: بعدما حرموهم الحوثيون من الحرية تعسفا لمدة 4 سنوات واحتجزوهم في ظروف مروعة تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون 10 الآن خطر الإعدام. وأكدت أن العديد منهم أجبروا على الإدلاء باعترافات قصرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحفيين مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية. وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، يرجح أن يكون الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء الصحفيين 10 بذريعة الخوف من أنهم قد يقدمون على تسريب معلومات يمكن أن يستخدمها التحالف العربي في قصفه الجوي. ما يزال الخبر والكشف عن وجود معتقلات سرية تابعة للميليشيا الحوثي في الجوف متصدرا المواقع، حيث عنون الموقع بوست: الكشف عن 8 سجون سرية لميليشيات الحوثي في الجوف. وقال الموقع أن الكشف عن هذه المعلومة جاء عبر مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، والذي أكد وجود عدد من السجون المعتقلات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها في محافظة الجوف. وذكر مكتب حقوق الإنسان في بيان له أن هناك 8 سجون تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي. أوضح البيان أن السجون تتوزع في 7 مديريات، وهي المتون والمطمة وبرط وحميدات وخراب المراشي والزاهر، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومباني حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين. ماذا يفعل الحوثيون في مسقط رأسي؟ تحت هذا التساؤل كتب منذر فؤاد مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء منه: منطقة اليوم محاصرة من الحوثيين، تقع على مساحة تقدر ب 12 كيلومتر مربع، يقطنها نحو 10,000 إنسان، أصبحت وأصبحوا كلهم تحت صوت العصابة. تتعرض الزبيرة قدس الواقعة في ريف تعز لحصار خانق بعد إغلاق الحوثيين السوق المركزي ومنع تشغيل مضخة مياه الشرب التي تصل إلى منازل المواطنين. في مساء السبت 23 فبراير الماضي، زعم الحوثيون أن مواطناً اعتدى على أحد عناصرهم داخل السوق وجرده من سلاحه الرشاش، ويزعمون أن المواطن اعترف لهم بذلك بعد اعتقاله، لكن الغريب أن الرشاش لم يظهر بعد. هذه القصة البائسة تطلبت من عصابة عبد الملك الحوثي رداً همجياً على آلاف المدنيين العزل. اعتداء مزعوم على فرد حوثي يقابله عقاب جماعي بالحصار والتجويع والخوف والإرهاب لعشرة آلاف إنسان، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتلك هي القيمة الحقيقية التي يكنها الحوثيون للمواطن عندما يتعلق الأمر بالمساس بذواتهم الشيطانية. العقاب الحوثي لم يتوقف عند هذا الحد، لقد اعتقلوا عشرات الأبرياء ممن يعملون في السوق وتسللوا إلى القرى بحثاً عن آخرين. استخدموا متفجرات لإرهاب المواطنين، ولا زلت أتذكر حجم الهلع الذي أصاب المواطنين بعد تفجير حوثي مدون أصاب أسماع الجميع عند 10 ليلاً.
لم أنسى أيضا الفاجعة التي أصابت أمي عند سماعها الانفجار. ظنت أن الانفجار وقع في المنزل فانهارت لتوها وغابت عن الوعي لدقائق. هذه حالة رعب واحدة لأم من بين مئات الأمهات في المنطقة، أصابهن الحوثيون بالخوف والجزع. لم تنعم قريتي بالحرية منذ جاء هؤلاء المعتدون قبل عامين ونصف وسيطروا على الطريق الرئيسي الذي يربطنا ببقية المناطق وحشرونا في الزاوية، لكنني أصبحت اليوم أكثر إلماماً بقيمة الحرية القابعة في قميص متعفن لمقاتل حوثي. يقبع الصحفي اليمني نادر الصلاحي بين جدران القهر منذ إخفائه قصراً في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء قبل 3 سنوات بسبب وشاية كيدية من أحد زملائه في الجامعة، ويعنون موقع المشاهد نت. الصحفي الصلاحي 3 سنوات خلف القضبان، قصة الوشاية الكاذبة. وقال الموقع اختطف صلاحي على يد مسلحين حوثيين في 4 يونيو 2016 عقب استدراجه من زميله في قسم الإعلام بجامعة صنعاء إلى أحد المطاعم في العاصمة ليتم نقله إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. ويتهم الحوثيون الصحفي الصلاحي الطالب في المستوى الثالث بكلية الإعلام بجامعة صنعاء قسم إذاعة وتلفزيون بإدارة مجموعة إخبارية على تطبيق واتساب موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ويقول الصحفي موسى العيزقي رئيس منظمة ناشطون بلا حدود للدفاع عن الحقوق والحريات في حديث للمشاهد: بعد أشهر من البحث اتضح لنا أن الصحفي نادر الصلاحي مسجون في قسم الشرطة بمنطقة حدة، وبعدها تم إخفاؤه قصرا، وقد حاولنا معرفة مكانه لكن دون جدوى. وأوضح بعد وساطات قبلية كبيرة تم التوصل إلى مكانه حيث كان مسجونا في السجن المركزي، وخلال فترة الإخفاء تم نقله خلالها إلى 6 معتقلات تعرض فيها للضرب والتعذيب والتحقيق القاسي. تتكرر من حين إلى آخر أنباء عن إفراج جماعة الحوثي في اليمن عن أجانب اعتقلوا بملابسات وظروف غير معلنة أو معروفة ليتحولوا كما تكتب صحيفة العرب الجديد إلى ورقة للمفاوضات والمساومات الدبلوماسية مع مسؤولي الجماعة في عملية تحيطها السرية. التكهنات تثار بأن بعضها على الأقل يعود على الجماعة بمبالغ مالية، وهو أمر يمتد أيضا ليطال اليمنيين في سجونها. آخر هذه الأوراق التي اختطفت بها ميليشيا الحوثي ما أعلنته سلطنة عمان من أنها استقبلت أجنبيين اثنين بناء على وساطة قادتها مع السلطات التابعة للحوثيين للإفراج عن إندونيسي وماليزي استجابة لطلب من حكومة بلديهما، لكن السلطنة لم تكشف أي تفاصيل بشأن وضعهم أو مدة التحفظ عليهم من قبل الحوثيين، وما إذا كانوا بالفعل معتقلين بسجون الميليشيا كما يحدث بالعادة مع كل وساطة أم أنهما كانا مجرد مقيمين. أين لا توجد الثورة في العالم العربي؟ تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا: أين لا توجد الثورة في العالم العربي وأين لا تقيم؟ إذا كانت كل الجغرافيا العربية من دون استثناء تغلي وتفور، وإذا كانت المجتمعات العربية ومن دون استثناء أيضا لم تعد ترى في أنظمة الحكم سوى عصابات ولصوص، وإذا كانت قنوات التواصل بين الأنظمة والأجيال الطالعة مبتورة، ولم تعد السلطة في نظر هؤلاء سوى صورة كاريكاتورية بائسة. يخطئ من يعتقد أن الثورات تنحصر بثلاثة أو أربعة بلدان، كما يخطئ من يحصر تعبيرات الثورة بذلك الشكل الذي ظهرت عليه إبان الربيع العربي. فقد أثبتت الأحداث التالية أن الشعوب تؤسس ثوراتها بناء على معطيات سياسية واقتصادية محلية، وتخطئ الأنظمة إذ تعتقد أن العنف الذي جرت ممارسته في سوريا ومصر تجاه الثورات شكلت جداراً منيعاً بين الشعوب والثورات، فقد أطاحت الانتفاضات في السودان والجزائر. ثمة تقديرات بدأت تصدر عن احتمال عودة الانقلابات العسكرية بزخم أقوى، وهذا مؤشر قوي على إدراك نخب الحكم العربية استحالة النجاة من الثورات من دون التضحية بأجزاء منها، وربما التضحية ببنى كاملة من هذه الأنظمة. صار المشهد بكامله مكشوفاً أمام المواطن العربي، لم تعد هناك مقدسات ولا طواطم، فسدنة الجيوش ليسوا سوى متعهدين وكروش ابتلعت هذه البلاد. ومن كانوا يطلق عليهم أساطين الفكر والصحافة في وسائل الإعلام ومنصاته التي تديرها الأنظمة انكشفوا بوصفهم شخصيات استرزاقية،
يصح القول إننا نعيش مرحلة ثورة مديدة بأشكال ومظاهر متعددة تتشكل وتتلون حسب ظروف البلد الذي تصدر منه. وعندما ذهبت الشعوب العربية إلى الثورات لم تكن تملك سوى غضبها وصندوقاً مليئاً بأخطاء النخب الحاكمة. لم تكن تملك سوى غضبها وصندوق مليء بأخطاء النخب الحاكمة. إننا نعيش زمن الثورة الذي قد يمتد على مساحة سنوات وربما عقود، لكن لا رجوع عن إزاحة بين الحكم الحالية التي باتت تشكل جداراً عازلاً عن مستقبلات بديلة مرجوة. تقول شبكة البي بي سي إنه في ليلة وضحاها فقد 157 شخصاً حياتهم بعد تحليقهم بطائرة بويانغ 737 ماكس 8 الإثيوبية المتجهة نحو كينيا، لذا كان لابد من رد فعل سريع لهذه الحادثة، وهذا ما تم بالفعل حين قررت سلطات الطيران في العديد من الدول منع الطائرة بويانغ 737 ماكس 8 من أجوائها. وقد اتخذ سلطات الطيران في شتى الدول قرارات بشأن الطائرات من طراز بويانغ 737 ماكس 8 منها الاتحاد الأوروبي، حيث قررت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد تعليق كافة عمليات الطائرات من هذا الطراز في أوروبا، بينما قررت كل من ألمانيا، سنغافورة، الصين، أستراليا، أندونيسيا وماليزيا منع الطائرة بويانغ 737 ماكس 8 من الطيران نهائيا في أجوائها، وذلك بعد تكرار الحوادث المريعة فيها. وحول حوادث الطيران أيضا، لكن هذه المرة أقل بحادثة أقل فظاعة من الأولى، تحدثت صحيفة الشرق الأوسط عن عودة طائرة إلى مطار جدة بعد نسيان مسافر رضيعها في المطار. وقالت الصحيفة اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية متجهة إلى ماليزيا للعودة إلى مطار جدة بعدما اكتشفت مسافرة على متنها أنها نسيت طفلها في المطار. وانتشر تسجيل صوتي للطيار وهو يطلب الإذن من مكتب مراقبة حركة الملاحة الجوية للعودة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويقول الطيار فليكن الله في عوننا هل يمكننا العودة، ويضيف نسيت مسافرة على متن الطائرة طفلها بقاعة الانتظار وهي ترفض مواصلة الرحلة، الوضع سيء. الحديدة والوسيط النزيه، تحت هذا العنوان كتب محمد الصوافي مقاله المنشور في صحيفة البيان مضيفا في أجزاء من المقال. العبارة الأكثر ترديدا فيما يخص هذا الملف اليمني لم تعد فقط حول التعنت الحوثي، ولكن أيضا نزاهة الوسيط البريطاني ودور الحكومة البريطانية معه، على اعتبار أن لندن بدأت ترتب لمرحلة ما بعد البريكست والخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ينبغي عليها إعادة ترتيب دورها الدولي في العالم من خلال استعادة بعض المناطق الاستراتيجية التي كانت تشرف عليها وتدرك أهميتها في الاستراتيجية العالمية، ومنها الموانئ المطلة على المنافذ الدولية مثل الحديدة. إذن القلق هنا أن يكون الوسيط الدولي أو وزير الخارجية البريطاني أكثر انحيازاً لطموحات بلاده أو ترتيبات لها علاقة بعيدة عن الهدف الدولي، وهو المأساة الإنسانية هناك من خلال إخراج التأثير الإيراني من دون الخيار العسكري، لأن هذا كله سيكون له نتائج وتبعات عكسية ومضاعفات ستؤدي للأسوأ، حيث إن منطق القوة سيفرض نفسه في حال استمرار التعنت الحوثي، لأن دول المنطقة لن تسمح بوجود إيراني هناك. وما يبدو من تصريحات المسؤولين اليمنيين المزعجة أنهم لن يقبلوا إلا استعادة مدينة الحديدة بالكامل للسلطة الشرعية من دون أن يكون لأي طرف ثالث دور في عملية الانتقال، لأن حدوث هذا الخيار سيكون السيناريو المتبع اضطراب سياسي ضخم في المنطقة قد يتجاوز الحدود الجغرافية اليمنية إلى جوارها الأفريقي والأسيوي. كما يبدو من التحفظ للدول الإقليمية أن هناك قلقاً من صراحة الموقف البريطاني ووضوحه، لأن قرارات ستوكهولم أكدت تسليم مدينة الحديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهذا الجانب هو الوحيد المطلوب أن يركز عليه الوسيط الدولي أو أي مساع أخرى. غير ذلك فإن موقف بريطانيا من هذه القضية سيجعلها في نظر المراقبين للوضع اليمني وسيطاً مشكوكاً في نزاهته وفي رعايتها الدور الدولي بهذه القضية.
التايمز نشرت تقريرا لمحرر الشؤون العلمية توم ويبر بعنوان العواصف الشمسية قد تقضي على الحياة العصرية، حيث يمهد ويبر لفكرته مسترجعا عاصفة شمسية ضربت الأرض عام 660 قبل الميلاد، موضحا أن لسانا ضخما من اللهب خرج من الشمس منطلقا نحو أطراف المجموعة الشمسية ومشكلا موجة ضخمة من البلازما التي ضربت طبقة في الغلاف الجوي للأرض. تبع ذلك قذائف بالمليارات من الجزيئات الدقيقة التي قصفت مختلف أنحاء الكرة الأرضية. ويقول ويبر إن هذا الأمر كان قويا بما يكفي لإعادة الحضارة الحديثة على كوكب الأرض إلى العصر الحديدي، لكن لحسن الحظ كانت البشرية بالفعل تعيش هذا الطور من الحضارة فلم تخسر شيئا، وأن هذه العاصفة تضاهي نحو 70 ضعف أي عاصفة شمسية مسجلة خلال السنوات 70 الماضية. وينقل ويبر عن الدكتور رايموند مولشر من جامعة لوند السويسرية قوله: لو حدثت هذه العاصفة اليوم فسيكون لها تأثيرات كارثية على حضارتنا المتقدمة تكنولوجيا. ويشير ويبر إلى أن العواصف الشمسية القوية يمكنها أن تعطل التقنيات البشرية في الفضاء مثل الأقمار الاصطناعية، ولو كان يصحبها جسيمات منخفضة الطاقة لشكل ذلك تهديدا كبيرا على ركاب الطائرات، كما أن شبكات ومحولات ومحطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء العالم ستتوقف وتنتهي صلاحيتها، ما يسبب انقطاعا في الكهرباء على المستوى العالمي. ويوضح ويبر أن الشمس تنتج هذه العواصف بشكل متكرر، وعندما تصل هذه الموجات المشحونة إلى الأرض يقوم الغلاف الجوي بحرفها نحو القطبين ويراها الناس في صورة أضواء ملونة عند القطبين الشمالي والجنوبي. رأى المصور الفرنسي جيوم بيبنييه أن صورة ستكون أبلغ من أي كلمات عندما توجه في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 إلى جنوب اليمن مع منظمة أطباء بلا حدود، وقد نشرت صحيفة الاستقلال مجموعة من الصور التي التقطها تحت عنوان هكذا يعيش اليمنيون. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.